المزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة. مرحبا كلودي، يعني أبدأ معك بردود فعل الأوساط السياسية بعودة السفيرين السعودي والكويتي. طبعا كما ذكرتم صلاح قبل إذاعة التقرير، كانت هناك ردود فعل تلتقي على الترحيب بهذه العودة الخليجية الدبلوماسية إلى لبنان، ولاسيما من قبل رئيس الحكومة، من قبل مفتي الجمهورية، وعدد أيضا من قادة الأحزاب اللبنانية المؤيدة لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها، حيث كانت تتصف هذه العلاقات تاريخيا بأنها علاقات متينة قائمة على أواصر الصداقة والتعاون الدائم، خصوصا أن لبنان كان يتلقى الكثير من الدعم من دول الخليج خلال المراحل الدقيقة من تاريخه. وأذكر في هذا المجال حرب تموز 2006، حيث كان لدول الخليج مساهمة كبيرة في إعادة أعمار لبنان، وأيضا في المؤتمرات التي كان يعقدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في باريس، المؤتمرات المتتالية باريس 1 وباريس 2، كان أيضا لدول الخليج المساهمات الأكبر في هذه المؤتمرات لدعم لبنان، وكان أيضا للسعودية كانت تضع وديعة في بنك لبنان المركزي، وكان لهذا الأمر تأثير جيد وأساسي على المحافظة على استقرار النقد في لبنان. الآن هذه العودة الخليجية هي عودة مهمة بالنسبة إلى لبنان، وقد ساهم كثيرا رئيس الحكومة في تظهير الإجراءات الإيجابية تجاه الدول الخليجية من أجل أن تعود العلاقات الدبلوماسية وأن لا تستمر هذه القطيعة لوقت طويل مع لبنان. ولكن المهم كيف ستتم ترجمة هذه العودة إلى لبنان، وهل سيكون هناك بالفعل تفعيل وتنفيذ لتوطيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج؟ هذا الأمر ليس محسوما، لأنه مطلوب من لبنان القيام بعدد من الإصلاحات والالتزامات في هذا المجال. طيب، إلى أي مدى يعول المواطن اللبناني على هذه الخطوة في إخراجه من الأزمات التي يعيشها حاليا؟ صلاح، المواطن اللبناني يريد أن يخرج من هذه الأزمة المادية المتفاقمة وغير المسبوقة، والتي صنفها البنك الدولي من بين أسوأ 3 أزمات شهدها العالم منذ القرن 19. يعني انظر إلى حجم هذه الأزمة، الحجم الكبير لهذه الأزمة، لم يشهد بلد في العالم أن يتم أن تختفي ودائع الناس ولا يعرف المودعون إذا ما كانوا بالفعل سيستطيعون تحصيل ودائعهم. في أي حال، أيضا الإدراك هنا والقناعة في لبنان ولدى المواطنين اللبنانيين بأن الأزمة صحيح هي أزمة مالية، ولكن الجانب الأساسي فيها هو جانب سياسي. إذا ما تم حل هذا الجانب الأساسي من الأزمة، قد يجد الجانب المالي أيضا حلا له، حلا للأزمة، ولو كان الأمر على مراحل. في أي حال، دعني أشير في هذا المجال إلى أن الخطوة السعودية والكويتية وأيضا اليمنية بالعودة الدبلوماسية إلى لبنان تزامنت مع الإعلان عن توقيع بالأحرف الأولى وعن النية بين لبنان وصندوق النقد الدولي لوضع خطة للتعافي في لبنان. طبعا هذه الخطة لن تكون سريعة، ستأخذ وقتا، ولكن أيضا هذا الأمر يعني أثار بعض الارتياح في لبنان. وأيضا الأمر الثالث اللافت كان الإعلان عن زيارة مرتقبة لقداسة الحبر الأعظم إلى لبنان بعد الانتخابات النيابية. إذا ما تقاطرت كل هذه التطورات، فقد تساعد على خروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. كلودي أبي حنة مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا.